أكد الأمين العام لحكومة جنوب كردفان يوسف إبراهيم البلة عقب الاجتماع المشترك مع وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للولاية أهمية الزيارة في دعم جهود السلام وتهيئة أسباب عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم، مشيرا إلى أن الحكومة أطلعت الوفد على مجمل الأوضاع فيما يلي التعايش السلمي والتسامح الديني بين مكونات الولاية. وشدد البلة على ضرورة أن تقود الزيارة إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ظل التغيير الذي شهدته البلاد، باعتبار أن الكونغرس مؤسسة فاعلة في صناعة القرار الأمريكي. طرحنا رؤية الولاية وتطلعها لما يمكن أن تقوم به هذه المؤسسة الأمريكية الهامة اللي ذات التأثير الكبير في صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل ذلك في محاور عدة نجملها، في أهمها مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك التأثير على مجريات السلام بما تملك الولايات المتحدة الأمريكية من تأثير وعلاقات مع الفرقاء ومع الجماعات المسلحة.